السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونثني عليه كما هو أهله، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، من بعثه الله رحمة للعالمين، أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين وملائكته المقربين وأهل طاعته أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأحبة، في هذه الأيام نعيش أجواء شهر رجب الأصب. شهر رجب الذي وردت فيه الكثير من الروايات حول فضله وعظمته ومكانته عند الله، ولقد سمي شهر رجب بالأصب لأن الرحمة تصب فيه على العباد صبا، مثل المطر. كيف يصب المطر؟ بينزل المطر. يقال أن الرحمة على العباد، على الناس، تصب في شهر رجب كما يصب المطر. شهر عظيم وشهر كريم وشهر مبارك، وهو وشهر شعبان من بعده وصولا إلى شهر رمضان، هي أشهر النور، أشهر العبادة، أشهر التقرب. وفي هذا الشهر طبعا اللي بده يتقرب إلى الله عز وجل بأنواع القربات، بالصيام، بالصلاة، بالدعاء، بالاستغفار، أعمال كثيرة، ولعل من أهم الأعمال في شهر رجب هو الصوم. حتى ورد في بعض الروايات أنه من صام يوما في رجب، كما يقول أحد أئمتنا، ضمنت له على الله الجنة. يوم واحد طبعا تقربا واحتسابا إلى الله، شهر رجب. في مناسبات كثيرة بهذا الشهر إن شاء الله نحن وياكم رح نحييها، وأهم هذه المناسبات بعد المبعث النبوي الشريف مناسبة ولادة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأن هذا الشهر هو شهر ولد فيه الإمام أمير المؤمنين، وعلى مقربة يعني على مسافة قريبة من ولادة الإمام أمير المؤمنين، اخترنا أن نتكلم بكلمات للإمام علي سلام الله عليه، يوصي فيها عامة الناس. ماذا يقول الإمام أمير المؤمنين؟ يقول: أيها الناس إنما الدنيا
دار مجاز. أيها الناس إنما الدنيا دار مجاز. أو جون لا في تيرستر ني كان ريلي. لا في تيرستر ني كان ريلي. والآخرة دار قرار. تانديس كي لا في دي لو دي لا est une demeure, est une demeure. Ad-dunya dar qarar. La, ad-dunya dar majaz. لو كانت الدنيا دار قرار يعني استقرار لكن مرضنا ولكن تعبنا ولكن متنا ولكن رحلنا عنها صح؟ الدنيا دار مجاز يعني تجتازها يعني تعبرها. مثل واحد بقول أنا هلأ رح أتجاوز هذا المكان يعني رح أعبر هذا المكان إلى الخارج. أجتازه يعني أعبره. فالدنيا كل هاي الدنيا مثل بون مثل جسر مثل أنتري مثل ممر أكثر من هيك لا. إنما الدنيا دار مجاز والآخرة دار قرار. الآخرة هي اللي راح تكون فيها الحياة الخالدة الحياة الدائمة الحياة المستمرة. هلأ إما حياة سعيدة وإما حياة عذاب ولكن الآخرة هي دار قرار. فالإنسان العاقل شو لازم يعمل؟ بجاوب الإمام والفخذوا من ممركم لمقركم. Profitez donc de votre passage sur la terre pour préparer cette demeure. Pour préparer cette demeure. من وين بدك تاخذ؟ من الدنيا. لوين بدك تاخذ؟ على الآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد تقوى. سأنت لما بده يكون عندك سفر مش هيك شو بتعمل؟ تأخذ زوادي، تأخذ معك ماء، تأخذ معك غذاء، تأخذ معك مال، تأخذ معك شيء يحرسك. هاي زوادتك في أسفارك. ولكن تزودوا من ممركم لمقركم. بشو؟ بالمال. يعني انت شايف واحد بده يروح على الاخره بياخذ معه ماء بيشرب او مال بده يصرف هونيك يعني عنده هونيك بنك بده يشتري ويبيع. لا خلاص هيدي زودتك بالدنيا. اما زودتك في الاخره فهي شو؟ العمل الصالح. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. هونيك بدك عمل صالح. لذلك فخذوا من ممركم لمقركم. خذوا معكم كل عمل اليوم انت بتعمله بشهر رجب مثلا قربة الى الله تعالى. هيدا بيروح لوين؟ بتجير على حسابك بالآخرة. عمان هلا بكرة ب15 مثلا رجب نحن بندعوك الى مشاركتنا بعمل ام داود هيك بعد الظهر عندك عمل ام داود. تعال اقرأ معنا قرآن، اقرأ معنا دعاء، استغفر ربك لما عليك ذنوب ما كلنا علينا ذنوب الا اذا كنت انفايب يعني اذا كنت معصوم هيدا امر اخر. خليك بالبيت او بشغلك لكن تزودوا او خذوا او فخذوا من ممركم لمقركم. ولا تهتكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم. ولا تهتكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم. ندشريبا فوفوال ديفون سيلوي كي كوني vos secrets. Ne déchirez pas
vos voiles devant celui qui connaît vos secrets. لا تهتكوا أستاركم يعني لا تفضحوا حالكم لا تهتكوا أستاركم يعني لا تفضحوا أنفسكم عند من؟ عند من يعلم أسراركم. أنا ما بعرف أسرارك ولا أنت بتعرف أسراري، صح؟ أنا لا أعرف ماذا في داخلك ولا أنت بتعرف ماذا في داخلي. أنت لا تعلم نيتي وأنا لا أعلم نيتك، صح؟ ولكن الذي يعلم ما تخفي الأنفس وما تكن الصدور هو مين؟ هو الله. فهيدا الإله العظيم الكبير الجليل، هيدا ما بينمزح معه، مش هيك؟ ولا بيتخبى عليه ولا فينا نمرق عليه حججنا، ما فينا. ممكن نمرق على بعض، ممكن نتشاطر على بعض، ممكن نتزاكى على بعض، صحيح؟ ولا شوف واحد احيانا وحياة عيونك لازم تفصل له روب اسود يعني تشغله افوكا، ليه؟ قد منه شاطر الكلام. يعني لو كان عامل السبعة ودمتها مثل ما بنقول نحن بالعربي، ها، بيطلع هو اللي معه الحق وانت اللي ظالم. لو كان عامل السبعة ودمتها يعني مش مخلي شيء غلط الا ما عامله، بيدافع عن نفسه بطريقة ذكية جدا، بيطلع انت الظالم وهو شو؟ هو المظلوم. لكن هيدي عند رب العالمين ما بتزبط، خلاص. ولا تهتكوا أستاركم يعني مش حلوة منك أيها الإنسان، بس بعبارة تانية يعني بي 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 بأسلوب آخر، مش حلوة لإلك وبحقك أنت أيها الإنسان أن تأتي يوم القيامة لتقف بين يدي الله بطريقة ذل. ليش؟ ليش؟ طبعا نتيجة أعمالك، إن الله لا يظلم أحد، مش هيك؟ يعني رب العالمين مفتري عليك، ما أنت افتريت على حد، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أنا ظلمت نفسي، لذلك أنا سأستحق هذه العقوبة، وأنا مش ظالم، مش مظلوم، أنا اللي ظالم. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هن عملوا هيك بحالهم، هم هتكوا أستارهم، هم أرادوا لأنفسهم أن يقفوا موقف الذل. ليش يوم القيامة ما في نوعين من الوجوه؟ وجوه يومئذ ناعمة لسعيها، شو؟ راضي. لشو؟ لسعيها. شو يعني لسعيها؟ يعني لشغلها، سوناكسيون، عملها اشتغلت، سعت، مش قعدت تقول لك انا بدي الجنة، هو قاعد بالبيت بيعذبش حاله ليلة الجمعة يجي يحضر درس. فور اكزامبل، الجنة إلى 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 ثمن، إلى ثمن، بدك تتعب. فوجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. يا خي هول تعبوا وهول صاموا وهول خمسوا، يعني خاصة لما واحد بيطلع لك 20-30 مليون مصاري من خمسه، هذه بتجرح، بس عند المؤمنين آخر هم، مش هيك؟ هول اشتغلوا لآخرتهم، هول اشتغلوا لآخرتهم. فوجوه يومئذ ناعمة، ناعمة، ولكن وجوه يومئذ على المقلب الآخر، يعني ألوتر كوتي، ألوتر كوتي، شو؟ وضعها سيء كتير، عليها غبرة، ذل إيميلياسيون، ها؟ عليها غبرة ترهقها قطرة وذلة. ليش هول أذلاء وليش هول أعزاء؟ بوركوا، ليش؟ لأن هؤلاء سعوا، لأن هؤلاء عملوا، لأن هؤلاء صبروا، لأن هؤلاء جاهدوا أنفسهم، بينما هؤلاء الآخرين على المقلب الآخر، هؤلاء عاشوا من أجل شهواتهم.
عاشوا من أجل غرائزهم، عاشوا من أجل ما يحبون من حطام هذه الدنيا بحلالها وبحرامها، ما عنده مشكلة. عرفت؟ لذلك وجوه يومئذ ناعمة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة وذلة. وبها المعنى أرجوك أقرأ سورة الغاشية وسورة الواقعة، بحدثوك عن هذه المعاني حتى تلتفت أكثر وتتقرب أكثر. فإذا بكمل الإمام بيقول: وأخرجوا من الدنيا قلوبكم، وأخرجوا من الدنيا قلوبكم من قبل أن تخرج منها أبدانكم. يعني ضمطوا لقلبك من الدنيا، ما تخلي قلبك شو يكون عبد لهذه الدنيا، فصلوا فصلوا عن هذه الدنيا. Faites sortir vos cœurs de ce monde avec que vos corps n'en sortent. Avant que vos corps n'en sortent. لأنه راح يطلع. وأنت وجسمك وقلبك وروحك وكلك أصلاً راح تفل من هالدنيا. وأنا ذكرت لك في مناسبات عديدة أنه الإنسان لما بيموت ينقطع نصيبه من الدنيا، يعني ما عاش في أي ريلاسيون، أي علاقة، خلاص خلاص خلاص، نسميه نحن سيباراسيون كومبليت، يعني انفصال كامل، ما عاد في مجال، ما عاد في إلك حق وحظ في هذه الدنيا. لذلك أخرجوا من الدنيا قلوبكم من قبل أن تخرج منها أبدانكم. فوكور أبدانكم مش هتطلع؟ مش هتطلع هي الأبدان؟ مش هتصير الإنسان العزيز الجميل الكبير القوي اللي بيضرب الحيط وبيكسر بإيده، مش هيصير كادافر جثة بقلبه الحشطاها مثل ما بده هيك على اليمين وعلى الشمال وبيغسله وبيدحوش له قطن؟ مظبوط ولا لا؟ أليست هذه الحقيقة؟ ها؟ سي با لا فيريتي؟ ها؟ طيب أخرجوا من الدنيا قلوبكم، ما تخلي قلبك يسجد لهذه الدنيا، ما تخلي قلبك عبد لهذه الدنيا، ما تخلي روحك لهذه الدنيا متعلقة بهذه الدنيا. خذ الحلال، مش عم قلك لا تاكل ولا تشرب، ومئة مليون مرة قايلين إنه ما في تناقض، يعني ما في مشكلة ما بين التدين والإيمان وبين الدنيا. ولا تنسى ما الله قال: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يعني إذا أنت ناسي ربنا عم يذكرك، إذا أنت ما بدك الله عم يعطيك، شايف الرحمة؟ لأنه في بعض الناس شو بيقول لك؟ بيقول لك لا 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 أنا بدي الآخرة. طب شو يعني؟ كيف بدك الآخرة؟ يعني أقعد بلا أكل، ما بدي ألبس، ما بدي أشتغل، ما بدي. لا يا حبيبي لا، مين قال لك هيك؟ مين قال لك هيك؟ تنتان ونص كلكم بدكم تفلوا على أشغالكم، ها؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. مظبوط؟ حدا عم يقلكم خليكم عنا 24 على 24؟ ها؟ حدا عم يقلكم ضلكم أتسوا 24؟ سكر عيادتك دكتور؟ لا لا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني روح اطلب الرزق الحلال، اطلبوا الرزق الحلال. هذه فلسفة الدين، الدين والدنيا مش نقيضين أبدا أبدا. طيب، ففيها اختبرتم ولغيرها خلقتم. هذه الدنيا نحن خلقنا فيها. En ce monde vous aviez été éprouvé mais vous êtes né pour un autre monde. انتم ما خلقتوا لهذه الدنيا، انتم خلقتوا لتختبروا في هذه الدنيا، لتعملوا امتحان، لتبتلوا، ليشوف ربنا سبحانه وتعالى الآدمي فيكم والصادق فيكم ممن هو
فقط يتكلم كلام. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم شو؟ لا يفتنون. يعني أنت مفكر حالك شاطر أنه تجي تقلي هلأ ليك أنا مؤمن وأنا بحب الله، مثل كثير من الناس بتحب الله يا فلان؟ أبسلموا 100% بحب الله. طيب يا فلان عم تصلي؟ أوقات يا مولانا بصلي. أوقات أوقات يعني أيمتى؟ حسب الفتلة يعني ولا حسب الحاجة؟ ها، حسب الفتلة أو حسب الحاجة؟ بأوقات الفراغ. مش الله بقول فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب؟ يعني حتى بيعطيك دليل كمان، شوفها بيعطيك دليل من القرآن. لا يا حبيبي، مش هيك المقصود، مش هيك المقصود. ففيها اختبرتم ولغيرها خلقتم. إن المرأة، اسمع هون الإمام شو بيقول، إمام أمير المؤمنين، إن المرأة إذا هلك، إذا مات يعني، إن المرأة إذا هلك قال الناس ما ترك. Lorsque quelqu'un quitte la vie. Lorsque quelqu'un quitte la vie, les gens se demandent qu'a-t-il laissé? Qu'a-t-il laissé? شو ترك؟ كم بناية؟ قديش معه بالبنك؟ شو ترك لأولاده مصاري؟ شو ترك لأولاده عقارات؟ قال الناس ما ترك. ناس بيسألوا عن الريتاج مسيه، الريتاج مصرياته كتار إن شاء الله؟ إن شاء الله ترك مصاري منيح؟ إن شاء الله. أمن أولاده؟ سأل لي حاله، أمن حاله؟ سأل لي إيه أمن حاله؟ راعى الحج؟ أدى الفريضة؟ سألوه صلى؟ والله إجا لعند الشيخ عمل تيستامو، ضلينا ساعة نعمل له تيستامو قد ما عليه صلاة وصوم 40-50 صلاة. بوركوا؟ ليش؟ ما كانش فاضي، كان عم يأمن أولاده. طب وهلأ مين عم بده يأمنه؟ قال الناس ما ترك. إذا المرء هلك، إن المرأة إذا هلك قال الناس ما ترك. ما ترك شو خلى لأولاده وراه ولمرته. وطبعا أنت بتشوف يعني لزيرتيه الله يعطيهم العافية بعد يومين ثلاثة بينسوه وبيبلشوا يتقاتلوا على الريتاج، مش هيك؟ وتعا قل لهم مثلا شو رأيكم نصلي له أو نصوم له؟ أو يا خي مش كاتب تستمو لخي، تعا نحن بنعمل له تستمو. ما البابا مش عامل تستمو، ليش بدنا نصلي له؟ بر يا حبيبي، بر يعني إحسان، يعني اعمل منيح معه. ما هو صحيح مش تارك تستمو لأنه ليش هو أصلا كان عامل حساب يموت؟ ليش نحن عنا حديث يقول أنه لا ينبغي للمؤمن أن ينام إلا ووصيته تحت وسادته، يعني تحت الأوريه، تحت المخدة تستموه، لأنه ما بيعرف بأي لحظة بيجي مين؟ عزرائيل عليه السلام بيقصف له عمره وبيأخذ له روحه. وقالت الملائكة، هاي الناس قالت، شو قالت الناس؟ برافو، ما ترك. وقالت الناس ما، طب هلا تعال نسمع الملائكة شو بتقول اللي بتستقبله. وقالت الملائكة ما قدم، هذا كلام أمير المؤمنين، ها، وقالت الملائكة ما قدم. ميليزانج ديز كاتيل في، كاتيل في، شو عمل كاتيل في لا بريير لجان لبليريناج لومون، شو والله عمل بناية يا مولانا، أهم بناية طبعا، كتير منيح، بس بدي اشوف البناية اللي عملها بالآخرة شو وضعها. الله وكيلك مش عامل غرفة مترين بمتر، هي بالآخرة.
اعمل للآخرة، عمر بنيتين صحتين على قلبك، عمرها بالدنيا وعمرها بشو؟ وبالآخرة لا بدها ترابي ولا بدها سيمو ولا بدها حديد ولا بدها ولا شيء، بدها تصلي صلاة مثل هالإخوان الطيبين المؤمنين اللي بيجوا كل نهار جمعة ركعتين، ها بدها الصدق، بدها إخلاص، بدها أخلاق، ها بدها أميني، شو بدها؟ منطق لوجيك. عن جد أي أغلى أي بتكلف أكتر؟ والمصيبة وين؟ بنية الدنيا بتكلفنا كتير ومنتعب فيها وآخر الشيء منتركها، بينما بنية الآخرة اللي ما بتكلفنا جراتوي، ها ما بتكلفنا كتير، منتركها ومنروح صفر. وقالت الملائكة ما قدم فقدموا بعضا يكن لكم قرضا، يعني اعملوا شيء لاخرتكم يكون مثل كريدي لكم. فات كالكشوز كي سيرا بورتي افوتر كريدي، كي سيرا بورتي افوتر كريدي. صلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خذ معك كارت كريدي، ها للآخرة، لا تفوت. لذلك فقدموا بعضا يكن لكم قرضا ولا تخلفوا كلا فيكون فرضا عليكم. Et ne négligez pas toutes vos obligations qui sont autant de dettes dont vous devez vous acquitter. لأنه هيدا الشيء اللي راح تتركوه هيدا راح يكون عليكم مش لإلكم إذا ما أديتوا وما أخذتوا حصتكم. أيها الأحبة، أيها الأعزاء، هيدا أمير المؤمنين، وهذا قبس من كلام أمير المؤمنين. لما منقول أمير المؤمنين، أمير البلاغة، أمير الفصاحة، أمير العلم، أمير الحكم. يا علي، أنا وأنت أبوا هذه الأمة، ما عرف الله إلا أنا وأنت، وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفك إلا الله وأنا. صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. هيدا الإيمان، هيدا أمير المؤمنين، هي نهج البلاغة، ها؟ لذلك نسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.